ألف مبروك يا كابتن إسلام، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، والحمد لله زي ما قلنا يعني ربنا رجع الجماهير كلها اللي كانت في برج العرب النهارده رغم السفر. الحمد لله مبسوطين وفرحانين، وإحنا كمان يعني في مصر كلها وكل الأهلاوية الحمد لله يوم سعيد عليهم. ألف مبروك للجهاز الفني واللاعبين، ألف مبروك لمجلس الإدارة. زي ما اللعيبة صعبوها النهارده، اللعيبة برضو خرجونا من الفترة اللي كانت اللي فاتت. النهارده النادي الاهلي يستحق الفوز عن جداره، هو الافضل طوال 90 دقيقه مزبوط. على مستوى الاستحواذ، على مستوى الفرص، على كل الارقام اللي كانت موجوده في المباراه. النادي الاهلي النهارده ادى مباراه رغم الضغط اللي كان على اللاعبين النهارده، لكن مع الضغط انا وانا قاعد اتفرج على المباراه مستمتع كانك بتتفرج على مسرحيه حلوه، بتتفرج على فيلم حلو. النهارده لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله كل اللعيبه النهارده ادت اداء رائع. يعني انا مش عايز اقول لعيب واحد، لكن النهارده في يعني كلهم. النهارده لما تشوف علي معلول، النهارده علي معلول ما شاء الله مبدع النهارده، ممتع. علي معلول من اهم الاوراق الايجابيه، الحلول الايجابيه الموجوده في النادي الاهلي. علي معلول وسبب رئيسي في خساره النادي الاهلي لقبين السنه اللي فاتت واللي قبلها هو كان غياب علي معلول. علي معلول لما بيكون متواجد في المباراه مفتاح مهم جدا. مروان محسن ما شاء الله طفره اتغيرت في مستواه، كنا دايما بننتقد مروان محسن مع كوبر، دلوقتي لاسارتي طور اداء مروان محسن زي ما طور اداء لاعبين. سلام على الفرحه دي يا اسامه، واحنا بنتفرج على فرحه جمهور النادي الاهلي في احد الاماكن الحقيقه، وكالعاده الحقيقه دايما الاهلي مفرحنا. ده حل الاهلاويه في كل مكان، يعني انت كمان الاهلاويه لما بتنزل المحافظات كمان غير القاهره انت بتلاقي متعه والناس بتستمتع بفوز الاهلي، فربنا يديمها علينا نعمه دايما فوز الاهلي. ارجع لمروان محسن، مروان محسن ما شاء الله مستواه تطور بشكل كبير وشكل مرفوض مع معلش يا كابتن اسامه هقطعك بس كل شويه الأهلوية. لان ده برضو فرحه الاهلاويه في فرع النادي الاهلي في الجزيره، وقد ايه الناس فرحانه وقد ايه الناس مبسوطه وقد ايه الناس سعيده باداء اللاعبين زي ما حضرتك قلت وزي ما الكابتن فتحي قبلك قال. تمام، زي ما بقول لك يا كابتن اسلام، مروان محسن ما شاء الله مستواه تطور بشكل كبير وشكل ملحوظ، ده يرجع برضو الفضل مارتن لاسارتي اللي طور اداء لاعبين كتير. النهارده مروان محسن ما شاء الله يعني بيثبت اقدامه في هجوم النادي الاهلي. عندنا السوليه ونيدفيد ما شاء الله هايلين، عاملين رمانه يعني الميزان في وسط الملعب، وخاصه كمان كريم نيدفيد ما شاء الله هايل. عندنا كان التامين الدفاعي بشكل كبير اللي احنا اتكلمنا عنه، وقلنا الاهتمام من سعد سمير وايمن اشرف كانوا مركزين بنسبه 100% النهارده. يعني انا ومحمد هاني طبعا، ونتكلم عن رمضان صبحي في الهدف والمهاره العاليه في الهدف، صناعه الهدف الثالث لحسين الشحات، والنهارده حسين الشحات وهو نازل كنت بتمنى انه يحرز هدف، والحمد لله ان الهدف ده هيديله ثقه كبيره جدا 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 خلال الفتره الجايه. في وسط الزحمه دي لازم نوجه الشكر والتحيه للجهاز الطبي بالنادي الاهلي. في فترات انتقدناه كتير على اصابات كانت موجوده في النادي الاهلي، النهارده اصابه زي بتاعه الشناوي الفتره قصيره في خلال اربع خمس ايام يجهز لك عنصر اساسي ومهم في الفرقه ويديك الاستقرار المعنوي داخل الفرقه، فلازم تحيه للجهاز الطبي والناس اللي اشتغلت على ان يكون الشناوي موجود النهارده في الملعب. طبعا ما كانش الحقيقه واضح عليه اي تاثر من اي شيء، وبالتالي زي ما اتكلمنا قبل المباراه ان طالما بيلعب يبقى 100%. الشناوي اتمرن امبارح بس التمرينه الوحيده من يوم مباراه ماتش فيتا كلوب، هي دي المباراه التمرينه امبارح كانت الوحيده. النهارده موجود والحمد لله تحس انه سليم في الملعب مزبوط. وكان وجوده زي ما الكابتن فتحي قال العمود الفقري بتاع الفرقه، فالنهارده كان من ضمن العمود الفقري الموجود في الملعب. النهارده مبروك للنادي الاهلي يستحق، وان شاء الله يبقى يعني لما تدخل بقى دور الثمانيه هيبقى ليه حسابات وامور مختلفه عن دوري المجموعات. امور مختلفه خلاص، الف مبروك.